حدثي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حضورا الكرام، أرحب بكم في هذا الملتقى والذي يجمع المبدعين والمبتكرين من أبناء بلدي ووطني المملكة العربية السعودية. حضورا الكرام، لهذا الملتقى كلمة بهذه المناسبة يقدمها رئيس النادي السعودي في ملبورن الأستاذ عبد الرحمن موسى. ملتقى وطن، أبناء الوطن، بنات الوطن، مبدعين ومبدعات، مبتكرين ومبتكرات، رواد ورائدات، متميزين ومتميزات، طلابا وطالبات، أنتم فخر الوطن ومصدر اعتزازه وقوته. بكم يتقدم الوطن، بكم تبنى مؤسسات الوطن، بكم ينافس الوطن، بكم يبتهج الوطن. لك منا كل التحايا والسلام يا وطن، ولكم مني السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ضيوف ملتقانا الكرام، أصدقائي الأعزاء، حسام زواوي، أحمد الناجي، معاذ الدهيجي، محمد ركيان، والأخت نور الشعبان، أرحب بكم جميعا باسمي ونيابة عن مبتعثي ومبتعثات ملبورن، فأهلا وسهلا بكم. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم وشكرا على حضوركم. إننا في هذا اليوم نعيش لحظات التغيير، فالتغيير لغة العصر ومفردة التميز والانطلاق نحو محطات النجاح والتميز والإبداع. التغيير صفة من صفات البشرية وكسر الجمود، حث عليها ديننا الحنيف، فقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا برهان أن التغيير عامله الأساس مشيئة الفرد التي تتحكم في نبذ الواقع السلبي الموجود. السيدات والسادة، مرة أخرى أرحب بضيوفنا لهذا اليوم وندعوهم لمشاركتنا بنجاحاتهم وإبداعاتهم، فمرحبا بهم ومرحبا بكم. والده مربي نحن، أداه قريب له مجهرا لرؤية حب الإباحة، لكنه لم يستخدم، فأخذ الطفل في سنوات السبع يلعب مع أخيه، ومن خلاله اكتشف عالما لن يتخيل وجوده، وهو العالم الذي لا يرى إلا بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، حيث كان يرى النمل تحته كبيرا للغاية. ومن هنا بدأت رحلة الاستكشاف والمختبرات. إنه الشاب السعودي حسام زواوي الذي نشرت عنه مجلة التايم الأمريكية المشهورة صفحات مطولة، وتكلموا عن حسام زواوي المبتعث من جامعة كوينزلاند نظير أبحاثه المميزة الابتكارية في حماية صحة الإنسان من خطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. حضور الكرام، رحبوا معي بحسام زواوي صانع التغيير. أشكر في البداية النادي السعودي على الاستضافة، تشرفت بكم صراحة، لسه ما قابلتكم كلكم، لكن إن شاء الله تسنى لنا الفرصة أن نتقابل ونتناقش في أمور كثير. وأشكركم على الحضور، فعلا It's weekend ووقت أنه لازم ترتاحوا فيه، فاتكبدتوا عنا مجيئكم هنا وتشرفتوني صراحة، فأشكركم مرة أخرى.
في هي توك أكثر من هي محاضرة. أنا صراحة ما عندي مهارات التحفيز وال motivation اللي ما شاء الله other speakers might provide, بس أنا حطيكم ملخص بسيط عن المشاريع اللي بنسويها سواء البحثية أو المبادرات التوعوية التطوعية اللي بنمارسها, وبعدها إن شاء الله حيكون في سيشن للحوار. ما أدري واحد من الأخوان يمكن يديره, يصير أي استفسار عندكم مستعد أجاوب عليه. وفي وقت بعدها كمان إذا حابين one to one session ممكن نكون برا وقت الصلاة وبعد الصلاة, عندكم أي استفسار أنا مستعد أقعد معكم, يعني حتى قاعد يوم الاثنين فأي وقت نتواصل وإن شاء الله مستعد أتشرف بكم. في البداية أنا أحب دائما أبدأ التوكس حقتي بنجيب صورة سير ألكسندر فليمينغ. البروفيسور فليمينغ هو مكتشف البنسلين, فبعد ما أكرم الله سبحانه وتعالى البشرية باكتشاف المضادات الحيوية, المضادات الحيوية نقلت الإنسان والطب مرحلة متقدمة جدا, ما كانت ممكن البشرية تتقدم لهذه المرحلة بدون الوجود المضادات الحيوية, لأنها كافحت واحد من أهم أعداء البشر اللي هو الميكروبات. أثبت المضادات الحيوية أن فعلاً سلاح فتاك ضد الميكروبات في زمن كانوا الناس يموتوا من أبسط العدوات. لكن للأسف الشديد اليوم عالمنا مهدد بميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية تهددنا أنها تسحبنا للزمن ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية, الزمن اللي كانوا فيه الناس يتوفوا بعدوات بسيطة. بس عشان أشرح لكم كيف المضاد الحيوي يعمل, هذا ببساطة طبق يحتوي على بيئة خصبة لنمو الميكروبات فيها, كل ديسك فيه صغير في الطبق هذا يحتوي على مضادات حيوية مختلفة بتراكيز معينة. ببساطة شديدة الديسك هذا المضاد الحيوي اللي فيه ديفيوز في الطبق, فبالتالي يقتل البكتيريا اللي موجودة في الطبق, وبالتالي احنا ممكن نعرف عن طريق قياسات نقدر نعرف إذا البكتيريا هي مقاومة أو حساسة للمضادات الحيوية. فمثلاً نرجع ثاني مرة للصورة حنلاقي إنه هنا الآن المضادات مثلاً اللي في الأطراف أغلبها البكتيريا حساسة لها, في واحدة في النص مثلاً البكتيريا ما هي حساسة أو مقاومة للمضاد الحيوي هذا, فبالتالي إحنا ننصح الطبيب إنه ما يصرف المضاد الحيوي ده, ولكن موجود في هذه الحالة وجود في اختيارات كثير للطبيب يقدر يختار المضاد الحيوي المناسب ليصرفه للمريض. طبعاً يأخذ فيه اعتبارات كثير, واحدة منها الاعتبارات مدى سمومية المضاد الحيوي, تركيزه, وجود الالتهاب في أي منطقة في الجسم, وبناء على هذه المعايير يبدأ يختار المضاد الحيوي الأكثر مناسب للمريض. نجي هنا مثلاً للأسف الشديد هذه واحدة من الأمثلة الحية, واحدة من البكتيريا اللي أنا عندي في المختبر مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية, ما في أي أنتبيوريك موجود على هذا الطبق ممكن يعالج هذه البكتيريا. وهذه يعني حالات فعلا بتصير الآن كثير بنشوفها, يكون مرضى عندهم التهابات مو صعب إنها تتعالج, أصبح مستحيل إنها تتعالج. فأتخيل يعني هذه فعلا الآن وقت بنشوف فيه رجوع البشرية لقبل للعهد ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية. طبعا لأهمية هذا الموضوع منظمة الصحة العالمية أخذت مبادرة جدا مهمة في عام 2011, المبادرة هذه بأنها سمت يوم الصحة العالمي بالأنتي ميكروبي ريزيستنس, فأعطته أهمية كبيرة بسبب ردة الفعل اللي شافوها من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وزيادة الالتهابات لها. طبعا في هذه المبادرة ذكروا أنواع يعني أسباب كثير من العوامل اللي سببت انتشار هذا النوع من أنواع الميكروبات اللي هو موجود في الفيجر, وإن شاء الله حنغطيه خلال التوك. بس الشيء صراحة اللي غير اهتمام الناس أو اكتسب اهتمام الناس أكثر للموضوع هذا تصريح جدا مهم وتاريخي أنا أعتبره
لدكتور مارغريت شان اللي هي دايركتور للدبليو اتش او، قالت في a post antibiotic era means in effect an end of modern medicine as we know it. Things as common as strep throat or child scratch knee could once again kill. فتخيلوا ان جرح او التهاب في الحلق اللي اليوم بنعتبره احنا من ابسط الاشياء البسيطه اللي اي انسان ممكن يتعرض لها قد تكون قاتله. وفعلا هذه امثله حيه، ما هو مثال هايبوثيتيكال، بالعكس هذا مثال احنا اليوم بنشوفه تقريبا على مستوى يومي. طبعا هذا اكتسب اهتمام عالمي كبير في وسائل الاعلام، زي ما انتم شايفين هنا البي بي سي اعطت تايتل The drug don't work so what will، وتايتلز اخرى كثير. في هذا الوقت احنا في University of Queensland Center for Clinical Research او مركز ابحاث الكلينيكيه بجامعه كوينزلاند كنا بنرتب لاول دراسه تهتم بمدى انتشار الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه في دول مجلس التعاون الخليجي. كان مشروع جدا طموح، ما كنا نتخيل اننا حنقدر نوصل له. في البدايه قلنا قبل ما نبدا طبعا اي مشروع لازم نشوف نسوي الليتشر ريفيو، بس بعطيكم واحده من السترايكنج ريزلت صراحه اللي انا شفتها وكانت مهمه. سيستماتيك ريفيو عملناها ولقينا انه في التسعينات تقريبا كان 8% نوع معين من الميكروبات مقاوم لل لاست لاين انتيبيوتكس او اخر المضادات الحيويه الموجوده. 8% في التسعينات يعني رقم مهم وكبير، ولكن لما شفنا العدد المهول او الزياده المهوله اللي صارت بعد دخول الالفيه بنلاقي هنا كمان اكثر من 4 أضعاف تقريبا وصلنا. 33% من البكتيريا اصبحت مقاومه لاخر المضادات الحيويه. طبعا هذه الدراسه وضحت لنا اكثر انه مهم الان نسوي سيرفيلانس او برنامج استقصاء وبائي نعرف مدى انتشار الميكروبات في دول مجلس التعاون الخليجي. في البدايه بدينا الدراسه زي ما قلت لكم بحلم انه نسوي نشكل شبكه خليجيه. الشبكه الخليجيه اتكونت من 7 مستشفيات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض والشرقيه بمستشفى الجامعي في الدمام كانوا ريبريزنتيف للسعوديه، ومستشفى من كل دوله من الدول الاخرى. انا بالنسبه لي هذا اعتبره اكبر انجاز سويناه باننا انشانا هذه الشبكه، اول شبكه تهتم بدراسه مدى انتشار البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وطلعنا منها يعني نتائج مهمه جدا، ما ابغى اعرج لها كثير لكن يعني ابغى اعطيكم بس نقاط. طبعا يعني هذه ملخص بسيط جدا للفايندينجز اللي طلعناها، بس مثلا لقينا انواع كثير من الميكروبات الشديده المقاومه للمضادات الحيويه في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. مو بس كذا، لقينا كمان وجود سلالات معينه من الميكروبات المنتشره في دول جنوب القاره الهنديه او الهند وباكستان وسريلانكا، موجود انواع من الميكروبات منتشره جدا فيها، ولكن لقيناها ايضا منتشره في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير. وجدنا كمان سلالات شديده الخطوره تسبب يعني عاده مرتبطه ب عدوى قد تكون قاتله بعض الاحيان، او يسموها هاي ريسك كلونز اللي هي سلالات خطيره، وفعلا وجدناها في دول مجلس التعاون الخليجي للاسف. وجدنا كمان شيء غريب صراحة، سلالات متطابقة جدا يعني هي تقريبا نفس البكتيريا موجودة في أكثر من دولة، شديدين التشابه بينه وبين بعض من ناحية الجينات. طبعا هذا يعني خلانا نتساءل كيف ممكن نشوف هذه في المستشفى، يكون مريض اتنقل العدوى انتقلت من مريض لآخر لكن ما قد سمعنا انتشرت من دولة الأخرى. وهذا صراحة زاد استفسار جدا كبير، كيف تنقلت هذه البكتيريا من هذا المستشفى للمستشفى الأخرى، وجدا تشابه كبير مو بس من دولة، يعني عندنا في نتيجة طلعناها في 4 دول نفس البكتيريا. ولقينا كمان
أنواع جديدة من طرق المقاومة للمضادات الحيوية ما قد اكتشفت قبل كده في دول مجلس التعاون الخليجي. واحدة منها كانت لبكتيريا مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية، وهذا كان اكتشاف الأول من نوعه في دول المجلس. للأسف يعني ما هو اكتشاف مفرح. طبعا هذه غطيت معكم موضوع الاستقصاء الوبائي اللي سويناه. الان بس بغير واقول لكم على نشاطاتنا في تطوير التحاليل السريعه عشان نقدر نشخص الالتهابات اللي تسببها الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه. طبعا الان احنا بنعتمد على طرق بدائيه جدا عرفونا هي الاباء علم الميكروبيولوجي، ألكسندر فليمينغ مثلاً، روبرت كوخ. إلى الآن بنستخدم هذه التقنيات بالرغم من وجود التقنيات الحديثة والتكنولوجيا اللي ممكن نطور بها. لسه أنا بنعتمد إلى الآن إن ننمي البكتيريا ونشوفها تحت الميكروسكوب. والآن حوريكم كيف بالضبط إحنا نشخص. طبعاً نأخذ عينة من مريض، ننمي البكتيريا بعدها بعد 24 ساعة نقدر ننمي البكتيريا عشان يكون عندنا عدد كافي نقدر نتعامل معه. بعد ما يكون عندنا العدد الكافي هذا نقوم بتحليل مدى حساسية البكتيريا للعديد من المضادات الحيوية، فبالتالي نقدر ننصح الطبيب إيش يعالج المريض به. طبعا زي ما لاحظتوا هنا الآن وصلنا ليومين إلى ثلاثة أيام إلى ما نرجع للطبيب ونقول ترى هذا هو المضاد الحيوي المناسب لمريضك. طبعا كثير من الاطباء ما يقدروا يستنوا هذا الوقت كله، خاصه اذا كان الطبيب المريض عنده عدوى شديده، فبالتالي حيخمن ويحط المريض على اي انتبيوتيك بناء على معايير اكلينيكيه معينه، ولكن هو كله بناء على التخمين. نكمل. اذا حبينا نتعرف اكثر على نوع السوبر باج والبكتيريا الخارقة اللي احنا بنتعامل معاها، فنشوف الجينات حقتها عن طريق امبليفيكيشن او بي سي ار اللي بنسويه للدي ان اي، وبعدها كمان بنتعرف على التسلسل الحمض النووي للبكتيريا وبنسوي سيكونسينج لها. طبعا هذا ان بيست كيس سيناريوز بياخذ من 4 إلى 5 أيام، وهذا للاسف يعني وقت طويل جدا. مو بس كده، عادة يكون يعني أنواع كثير من الميكروبات، لكن الطريقة اللي أنا ذكرت لكم هي تكتشف نوع أو نوع آخر، أو يعني في أبسط أفضل الأمور تكتشف 3 أنواع في نفس الوقت أو 4 إذا سوينا ملتيبلكس، لكن استيل عدد محدود. طبعا هذا يعني بتزيد احتمالية الخطر للتعرض المريض لكمبليكيشنز والوفاة طبعا بسبب الانتظار للمدة طويلة هذه. عندنا جهود بأننا طورنا تحليل، حاولنا نقدر نتعرف على أكثر من 200 نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في من 3 إلى 5 ساعات، وتقريبا بثلث سعر التحليل أو الميثودولوجي اللي أنا ذكرت لكم هي أول. التحليل هذا ما هو تم يعني عمله للتحاليل الكلينيكية، تم عمله للدراسات الاستقصاء الوبائي والإبيديميولوجي، بس ممكن إن شاء الله يعني إذا طورناه أكثر قد يصبح تحليل كلينيكي يفيد الطبيب للتشخيص السريع للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وعندنا كمان برضو تحاليل أخرى أو يعني أبحاث أخرى تهتم بتشخيص البروتينات للبكتيريا وتقارن ما بين البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والبكتيريا الحساسة للمضادات الحيوية، فبالتالي نقدر نحاول نتعرف على ماركرز نقدر نستهدفها عشان نشخص البكتيريا إذا كانت مقاومة أو حساسة للمضادات الحيوية في وقت قصير جدا. طبعا هذه التحاليل هذه الأبحاث تأخذ وقت طويل جدا، وإحنا لسه في بداية طريقنا. واحدة من النشاطات كمان اللي احنا جدا مهتمين بها التوعية. للأسف الشديد العالم العربي ومنطقة الخليج بالذات فيها استهلاك كبير للمضادات الحيوية. في تقرير نشر أخيرا من Center of Disease Dynamic and Policies في برينستون وضح لنا أنه المملكة العربية السعودية بالذات
هي من أعلى الدول اللي تستهلك المضادات الحيوية على مستوى العالم. طبعا هذه مشكلة لازم نتعامل معها. أو الطريقة الأمثل لنا كناشطين صحيين إن نحن نتوجه على طريق التوعية. التوعية في البداية كان عندنا نشاطات عن طريق السوشيال ميديا، تويتر، وسوينا فيديوهات على اليوتيوب وشاركنا بها العامة بهدف التوعية، وفي نفس الوقت عن طريق الساينس كوميونيكيشن بأننا نترجم أبحاثنا لمقالات علمية، مقالات صحفية بسيطة يقدر يستوعبها الجمهور لكن بتتنشر في وسائل الإعلام التقليدية. الجميل في حملتنا إنه إحنا ما نستخدم معلومات عامة أولاً، ولا نستخدم كمان معلومات بتجينا من الدراسات الخارجية. إحنا نستخدم معلومات أبحاثنا اللي خارجة من الخليج على عينات من الخليج وبنوجهها للجمهور في دول مجلس التعاون الخليجي. طبعاً هذا يعني اكتسبت اهتمام كبير جدا في وسائل الإعلام، مو فقط المحلية ولا على مستوى دول المجلس، حتى العالمية منها. وفي نفس الوقت عندنا نشاطات اللي هي على مستوى الأفراد، زرنا مدارس، في الأسواق، في المستشفيات، بنقدم public speeches أو زي كذا محاضرات أتشرف وأقابلكم فيها وأقابل المهتمين، بنحاول نوعي الناس والحضور بأهمية الاستخدام السليم للمضادات الحيوية والخطر اللي تسبب الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. تكلفة العدوى اللي تسببها الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في التهابات المكتسبة من المستشفيات في أمريكا تقريباً 8.4 بليون دولار. فأي نشاط في هذه المنطقة من أو في هذا المجال هتنزل كثير، يعني أي عفوا مبادرة في هذا المجال إن شاء الله تساهم في تقليل هذا المبلغ الخرافي. نحن نتكلم على 8.4 بليون دولار ممكن يتوجه في برامج للمجتمع وتنمية المستوى المعيشي للأفراد، بدل إن ما تنصرف في حاجة إحنا ممكن to prevent. الجميل إننا إحنا نشاطاتنا هذه اللي سويناها في خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية كانت يعني haphazardly، ما كنا عارفين اهتمامها ولكن ما كنا عارفين بالضبط على يعني إيش توجهنا وهل هي تتماشى مع الخطط العالمية. ولكن في ماي الماضي منظمة الصحة العالمية سوت لاونش للبرنامج العالمي لمقاومة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من خمس نقاط ترتكز أهداف هذه، ترتكز الخطة هذه. وتقريبا وجدنا إنه نشاطاتنا تتماشى مع الخطة العالمية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا كان تحفيز كبير لأنه إحنا ما كنا يعني بالعامية بنخبص. أنا سعدني إنه أقول لكم في خلال أسبوعين إن شاء الله حتكون الWorld Antibiotic Awareness Week، مبادرة جديدة سويتها منظمة الصحة العالمية أول مرة تصير السنة هذه. كنا دائما نشتكي إنه أمريكا عندها Antibiotic Awareness Week خاص فيها، يوروب عندها Antibiotic Awareness Week خاص فيها، عادة ما يصير في overlap، أمريكا تسويه في أكتوبر، أوروبا بتسويه في نوفمبر، واستراليا بتسوي برضو في نوفمبر، لكن الآن منظمة الصحة العالمية أنشأت برنامج التوعية أو الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية اللي هو حيكون إن شاء الله بعد أسبوعين. فنتمنى أنكم تشاركونا فيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتتابعوا منظمة الصحة العالمية في خلال الأسبوعين القادم. إن شاء الله حيسووا كثير من المبادرات سواء على تويتر أو حتى المبادرات اللي على الويب سايت.
حينشروا كثير من المعلومات اللي تفيد العامة، فأتمنى تشاركونا وتنشروها لكل الفولورز اللي عندكم. شكرا لكم. اسمي أحمد الناجي، أدرس هندسة برمجيات مرحلة الماجستير في جامعة سيدني، أب لابن وبنت، والآن أتوقع خلونا نبدأ من البدايات. ولدت في مدينة الأحساء عام 1989 في فصل الشتاء، ودرست هناك حتى أول ابتدائي، وبعدها انتقلت مع أسرتي إلى مدينة أبها. في مدينة أبها أكملت تعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي، وخلال المراحل هذه كانت لي نشاطات في المدرسة عن طريق المسرح المدرسي، شاركت في مسابقات للابتكارات، حصلت على مراكز، يعني كنت طالب كويس، حققت المركز الأول على مستوى المملكة في الابتكارات العلمية، ابتكار متخصص في الكهرب، حققت مراكز متقدمة في الإلقاء، الأول على مستوى المنطقة في الشعر العربي الفصيح، الأول على مستوى المملكة في الخاطرة الأدبية، يعني كانت لي ميول علمية وأدبية. الأمور كانت كلها ماشية تمام، وفجأة خربت. تخرجت من المرحلة الثانوية، قررت أني أدخل علوم حاسب آلي في جامعة الملك خالد في أبها. بدأت، عجبتني الجامعة، عجبتني الاستقلالية. بين الفصل الدراسي الأول والثاني قرروا أهلي أن نسافر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وبعدها راح نروح جدة ونقضي فيها فترة. البلان كان الوالد والوالدة وأختي الصغيرة وجدتي راح يروحوا جو، وأنا وأخوي اللي أصغر مني وثلاثة أخواتي راح نروح بر في الصباح، على أن حنا نلتقي في المساء في جدة. الخطة كانت ممتازة، عارف أسوق، يلا توكلنا على الله. تحركنا من أبها بعد صلاة الفجر، وفي الساعة 11 تقريبا في منطقة الليث تتعرض لسيارة في الطريق العام، طريق الساحل. حاولت أتهرب منها، ما قدرت، اصطدمنا بالسيارة، سيارتنا تقلبت، وقفت السيارة، أحاول أفك حزام الأمان على أساس أنزل من السيارة، كهرب في جسمي، أناظر تحت، يدي اليسار ما هي موجودة. جميل، استرجعت، والطريف لما أطالع في يدي، وأعتذر، أنا المفروض حذرتكم إذا في أشياء، يعني درست في الأحياء الكعبرة والزند، وما صدقت أنها موجودة العظمتين هذه اللي شفتها الحقيقة. نزلت من السيارة وكان عندي ذكرى واحدة بس، إن أختي الصغيرة كان رأسها يتدلى والسيارة تتقلف، كنت خايف أنها طلعت من السيارة أوريدي، فكنت أدور لها ما لقيتها، لقيتها في الأخير بطنها مسدوع المقعدة، كان عندنا جمس، بطنها مسدوع المقعدة، فسحبتها ما أدري، أمشي على غير هدى يعني، أشلها بيدي واركض جهة الشارع. للأسف فوق في الشارع الناس واقفين ومعهم جوالات يصورون، يعني تتعجب عن يعني بعض الأحيان تشوف عجائب في الإنسانية وأمثلة في الإنسانية من 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 مواقف الناس وكيف يتفاعلون مع المواقف اللي يشوفونها. مشيت بأختي لين تعبت، نزلتها في الأرض، رجعت، وفي طريق الرجعة لقيت يدي في الأرض، وهذا أصعب موقف مر علي في حياتي، إن يدي تشل يدي. شليتها، حطيتها في جيبي، رجعت للسيارة، ومن حسن الحظ في واحد من أصدقاء أبوي يعرف السيارة وقال لي أنا صديق أبوك وخلنا نأخذكم للمستشفى ونمشي، ربط معي يدي. بعدها بديت أحس بالبرد،
خلاص جسمي برد، صرت أتنافض، شميت ريحة الموت. ركبنا في السيارة، رحنا إلى مستوصف قريب، عقموا يدي وأخذوني بسعاف ومشيت. وأخوي اللي أصغر مني كان صاحي، ويعني هو اللي بينتبه لأخواتي لغاية ما أحد يجي من أعمامي. أبوي وقتها يكلمني، وحنا نقول انبترت، انقطعت، في فرق في اللهجات. في اللي رفع السماعة على أبوي قالوا له ابنك يده انكسرت. فأكلم أبوي أقول أبوي العوض في راسك، أنا بخير، أنا قصدي السيارة، وهو على بال أحد من أخواتي راح. لكنه في الأخير تطمن، عرف أن المسألة ولعل فيها خيرة، لأنه ما يعني ما كان يعني ما عرف بالموضوع أن المسألة فيها بتر إلا بعدين. أخواني الباقيين كانوا كلهم بخير الحمد لله، رضوض وطلعوا. ركبت في الإسعاف مع نفس الشخص اللي صدمني، هو رجل مسن يعني عمره 70 سنة تقريبا، وركبنا في نفس الإسعاف إلى جدة. وصلنا هناك مستشفى الملك فهد في المساعدية، وصلنا الحالة اللي ينتظرونها بتر تحت والبتر كان فوق، وكنت ضميان جدا وطفشان وتعبان. وصل معي منحنى الألم إلى درجة أني قمت، هم يحسبوني أهدري بس ماني بهدري، لكن هذا علاجي الوحيد، قمت أغني في يدي، أغني فيها يعني أقول فيها قصيدة أرثيها. كنت أقول وما فقدت شمالي فقد كفتها، يميني حياة باقي الأيام، مشيئة خالقها على وجل، فبحكمه ماض كل الأنام، لا لن أقول لقد كانت وكانت، لأني ربها وهي من خدامي، فموتي شمالي كالأبطال حتى تكوني لي وساما يا وسامي، جمعت منك ما قد كان شتى سوقا إلى جيبي مع الإبهام، وشتت مني ما قد كان جمعا فزدتني حلما إلى إحلامي، فعودي إلى الله وزيدي طلبا في طيب مثواك وحسن ختامي. في الطوارئ ما رضوا يدخلونا لغرفة العمليات، الآدم اللي قدامهم قاعد يطرب ولا هم دارين وين أهله وين. وفي الأثناء هذه كانوا ينتظرون واحد سين يعني عاقل على أساس يوقع. في الأخير وصلوا ناس من أقاربي، كلمهم الوالد ودخلت غرفة العمليات. طلعت من غرفة العمليات وكانوا على دخولي كانوا يقولوا لي بترجع، فقلت لا تكذبون علي، أنا شايف الموضوع يعني 3 كيلو لحم مستحيل يرجع، فلا تكذبون علي. قالوا إن شاء الله نحاول. طلعت من غرفة العمليات أتحسس، ما أشوف شيء، ما هي موجودة. قلت أوكي ما هي موجودة، ما عرفت من اللي موجودين إلا ريحة أخوي، وأخوي ذيك الأيام كان طالب في كلية الملك فيصل الجوية، فقلت عسكري كيف طلع. فتأكدت أنه موجود بس انبسطت أنه موجود. أمضيت في المستشفى 15 يوم، طلعت من المستشفى. من الشواهد في المستشفى ومن نقاط التحول اللي صارت لي في المستشفى أنه قريباتي لما يجون يزوروني يعطوني ونة الألم، متألمين على حالي يعني كأنهم يشوفون حطام، ويعني كل الناس اللي حوليني ما عليك، كأنه نشوف لك تخصص آخر، الأمور بتمشي. ذيك الأيام عزابي عروضات زواج بشيء ما يعيبك، بدأ ذهني يتفتح على كيف الناس ينظرون لحالتي. وأنا أعتبر ذيك الأيام أنه ما في مشكلة، صحيح أني كنت أيسر بس بتعلم على اليمين وتمشي الحياة يعني، وفي الأخير يسار أحسن من يمين، ويد أحسن من رجل، ورجل ويد أحسن من إعاقة ولا شيء أكبر من كذا، ما يهم. رجعت إلى أبها وكنت أبحث عن علاج، وسافرت إلى جدة، الديوان كان في جدة، كان عندي حلم أني أقابل الملك، الملك عبد الله الله يرحمه. وصلت له كيف ما أدري، أشخاص طيبين وصلوني واحد وراء الثاني لين وصلت، حتى أبوي وقتها ما يدري أني كنت عند الملك، لين طلعت من الديوان وقلت له أبوي أنا توي طالع من عند الملك. في حضرة الملك قلت له يا طويل العمر أنا ما أبغى شيء إلا العلاج.
فقال لي يا ولدي، طبعا كلمته عن نفسي شوي، قال لي يا ولدي كان بامر لك بسيارة، بس السيارة اللي ما اللي سوت فيك كذا ما راح أعطيك إياها. يعني يعطيكم بعض من إنسانية الملك العادل الله يرحمه. طلعت على وعد علاج، برقية علاج وتعليم، وعلى أساس أنه بطلع ألمانيا تعالج وبعدها بروح البعثة. مرت مرحلة العلاج 2007. من المواقف اللي في مرحلة العلاج أو التحديات الصعبة، الناس اللي يفقدون أطراف يصير عندهم حاجة اسمها فانتوم ليمب، يحسون بالطرف وهو مهم موجود. هذا شيء. الشيء الثاني، في حاجة فانتوم بين، أنك تحس بالآلام حقة الطرف اللي مهم موجود. أهلي ما فهموها في البداية، لأن الأطباء قالوا لا هذا الشيء موجود، كانوا يعطوني زي نبضات الكهرب تركبها في الطرف. كنت أركب الستيمولس هذا الكهرب على يدي على أساس يعطيني زي إحساس لما الواحد يصقع كوعه في الطاولة، يتكهرب يغطي بعض الألم، بعض الألم يغطي ألم. وكانت برضو أخذ حبوب مورفين على أساس تطفي كل شيء. وتعبتني لما يكون 24 ساعة بعد الحادث من يومك وأنت تحس بنفس الألم، شيء يعني غير الشكوى من الألم، شيء يأثر على تفكيرك بوضوح. تحس بعض الحين أنك تنجن، أو أنه كيف أقول، ببساطة أنك ما تقدر تفكر بوضوح، وتبدأ تزعل بسرعة، وتبدأ لأنك عايش مع شيء يعني ما يشوفون الناس. سويت كذا عمليا، هم يستأصلون مني أورام تخفف من أعراض الفانتوم بين هذا، بس ما زال الألم موجود. والوالد والوالدة يعني من نعم الله علي أنه عندي أسرة جدا سبورتيف ومحبين، مو على حساب أخواني الثانيين أوف كورس، لكن بذلوا الكثير من وقتهم من جهدهم أنهم يعني يدعموني، يشوفون أنا إيش أبغى ويسروا الموضوع بدل ما يفرضوا علي. بعدها قررت أطلع الابتعاث، قررت أروح أستراليا، بلد حلو. الشركة اللي كنت تصلح لي الأطراف الصناعية في ألمانيا اسمها أوتوبوك، لها فرع هنا، قلت كويس كمل علاج. وقتها باقي ما تعلمت أكتب بيدي اليمين كويس، يعني كان الموضوع شوي حبة حبة. وصلت إلى أستراليا بعد 2007، وصلت في الناشنال داي 2008، بديت دراستي اللغة ثم الفاونديشن ثم دخلت الجامعة. بس اسمحوا لي أرجع شوي. في الوزارة لما أقدم أوراقي، عندي البرقية من الملك وأقدم أوراقي، مسؤول كبير كان ذيك الأيام يوقع قرارات الابتعاث، دخلت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، عندي الشيء هذا برقية وأنا أبغى أدرس في أستراليا في نفس تخصصي هندسة برمجيات. ذيك الأيام أطوي الثوب، أنا ما قد عندي طرف صناعي، كان يقول لي كيف؟ ابتسمت في وجهه، قلت ممكن، وصرت أكثر من أول أبغى التخصص هذا. يمكن ما عاد صار باشن، يمكن صار تحدي، بس أنه خلاص قرار. يعني مشت أموري، جيت أستراليا، بديت أهفو الآن، خلاص الحياة بدأت تستمر تمام. اللغة مشينا كويس، أنا في اللغة فاونديشن مشينا، بدينا في الجامعة، بدأ التحدي الحقيقي مع الأجستمنتس اللي يعطونا إياها، المساعدات في الأسسمنت يعطونا وقت زيادة وزي كده، بس بدأ التحدي. يعني بديت أختبر من جد، فشلت، رسبت في مواد، أخذت انذار أول ترم، جايب العيد على طول. ولما تتذكروا خلفيتي إن يو أنا كنت ولد شاطر وزي كذا، وبعدين أنصدم في هذه، خلاص صار الواحد يشك في نفسه ويربط الأمور مع بعض، حنا دائما ندور العذر. موقف ثاني، الكوردينيتر كان يقول لي consider changing your field، يعني ادرس شيء ثاني. برضو يعني حسيت انه pattern، هذا قال ما يصلح لك، وهذا يمكن انا احاول اني ادخل ولا فيه مدخل، ليه ما اغير؟ لكن زوجتي الصالحة الله يخليها لي، ام بلقيس ومحمد، قالت لي انت جيت على خطة وكملها ما عليك منهم. وفعلا كملت ودرست وبديت اتحسن، بديت اجيب درجات،
ومتى حسيت اني كويس؟ لما صاروا الناس يجوني يسالوني في الاساينمنتات وزي كذا. لين تخرجت مرتبه الشرف كويس. اول شيء سويته ترانسكريبت الشهادات تنزل بعدين، مو ترانسكريبت الشهاده، لكن الكونفرميشن الكومبليشن لتر فيها الجريد. رحت اخذتها ورحت على الكوردينيتور قلت له شوف، ابتسم يعني مثل يقول كاني جايبها ترى بتحفيز، ما ادري لكن كويس. الان هذه حياتي الدراسيه، المشاكل اللي واجهتها لاني قلت اوكي بدا الموضوع حلم، بس انه ماني انترستد جدا في هندسه البرمجيات والتخصص، هو كويس بس انه ليه اهتمامات ثانيه، احب اتكلم، احب public speaking، احب الشعر، احب السياسه، وهذه الاشياء كنت ادور لها برا في اكسترا كاريكولم اكتيفيتي، كنت ادور لها مع النادي السعودي برا النادي اتكلم، ولاني خايف ابدا انه اقول ها هذا انا بدون شمع ما اغطي على احد. يعني تجربتي ما احتفظ بها لنفسي ولا اتعيب منها، لانه يمكن لو في واحد بس تاثر منها او طلع مبسوط about himself يعني بعدها يسوى عندي كل شيء. It's a great يعني great gift او هديه عظيمه لما الله سبحانه وتعالى يمكن الشخص من انه يصنع سعاده او بذره امل في اشخاص ثانيين، هذه اعظم شيء انا برايي. يبقى اقول انه من الاشياء اللي سويتها برا وساعدتني كثير هي اصراري اني اشارك في مجتمع الجامعه، صوت الطلاب، ممثل للطلاب في القسم، بعدين الكليه، بعدين المجلس الجامعه، بعدها طلعت شوي لاهتمام بالانترناشنال ستودنتس وكيف اخلي حياتهم ايزير في سيدني. بديت أتدرج في هذا الموضوع مع منظمات غير ربحية ومنظمات طلابية لين وصلت وصرت سفير الطلبة الدوليين في سيدني للسنة هذه. برضو في السعودية كنت أحاول، أحب الناجحين، أحب النجاح، الشيء هذا يعني زي الشباب اللي هنا أحب أقابلهم، أحب أشوفهم، أحب أجلس معهم، أتعلم منهم. فمن الأشياء هذه برضو كان لي علاقات مع كاوستني، أروح وأقابل ناس وأشوف يعني على الأقل أمارس الفخر أني أنتمي لصرح معين. الآن خلصت البكالوريوس السنة اللي راحت وبديت ماجستير السنة هذه وعلى وشك أخلص. الحياة بدأت تصير أسهل، النظرة بدأت تصير مختلفة، العناد والإصرار اللي كان فيني ما عاد هو زي أول. بديت أفكر بمنظور أنا أب وعندي أطفال، كم بقي عندي وقت، كم عمري، مفروض ما أسوي كذا، بس الخطوة الجاية أنه برجع السعودية إن شاء الله نهاية السنة هذه وبداية السنة القادمة، أبمضي أباخذ لي بريك من يوم عمري 18 سنة إلينا اليوم وأنا حادث، زواج، غربة، طلع الطفل، وأرجع الحين أعتبر نفسي كبير شوي لما أرجع بيت أهلي، فلهم علي حق أني أجلس معهم وأدعي. لعلي أختم، أنا ماني في مكان أني أنصح، لكن إذا في حلم لو كان مجنون لو كان مستحيل خليك من الناس اللي يقولون بي رياليستيك، يعني حققوا حطوا أهداف يعني واقعية. معلش أنا والله برأيي خليك مجنون، كل يوم لازم تصلح شيء مجنون. من الأشياء المجنونة اللي أصلحها أمشي بعض الأحيان وآي دير ماي فريند، يعني أتحدى اللي جنبي أقول أنا بصيح حنا نقطع الإشارة، سوي شيء مجنون. خل الشجاعة، أنا أسميها شجاعة، بس إنه خل الأشياء، إن كل شيء ممكن خله باقي حي داخلك، لأنه وإحنا نكبر يتغير الشيء هذا، تصير عندنا فاكتورز كثير نبدأ يعني نحللها ونقول هل يصلح تصرف لاني ولا. الشيء الثاني، لا تخاف من أي مبادرات تصير في بالك، يعني جاتك فكرة أنت أوريجينال، أنت أو أنتي أوريجينال، يعني الفكرة لا لما تطلع من الشخص بعد تفكير هي أصيلة، فكرة أصيلة تستحق الانتشار، وإذا ثبت غير هذا فإنك إذا شاركتها مع الناس بتتحسن أو بتجيب أفكار أحسن منها. هذا اللي أحب أنهي به كلامي، شكرا لكم.
على حضوركم وعلى كرمكم وعلى دعوتكم. أتمنى أنه استفدتوا أو على الأقل استمتعتوا معني، ما أتوقع، بس أنه شكرا لك. السنة هذه الحمد لله كتبت مقال في مجلة نيتشر اليوم عن اللي هو سمعناه، شاركت فيه مع الدكتور مهند ملك في جامعة كامبريدج، مؤسس مجموعة البحث المسؤولية، مجموعة صديقة ولها نشاط مشابه لنا. تكلمنا فيه عن ربيع العلم العربي موازي للربيع العلم اللي صار في الانقلابات على مستوى الحكومات. فنشر في مجلة نيتشر قبل شهر تقريبا. أيضا صار معي لقاء مع نيتشر ميدل إيست مع الأستاذ محمد يحيى عن مشروع السعودي العلمي، تكلمت فيه أكثر. ومن آخر الأشياء اللي حققناها الحمد لله صرنا الشركاء في التعليم مع MIT Tech Review، أقدم مجلة تقنية على مستوى العالم، سوينا شراكة معهم نسخة عربية. أرجع للاتصال العلمي، شرحت أكثر عن العلوم، لكن الاتصال العلمي بالتحديد ممكن معروف عند الغالبية بحكم أن أصل تخصص جديد نسبياً في العالم الغربي هو Science Communication. عندنا تقريباً ما حد يسمع عنه، نادر جداً شوف أحد متفرغ في شيء اسمه الاتصال العلمي. الاتصال العلمي باختصار شديد وسيلة لنشر العلوم، وراح بينكم أهميتها بمثالين. هذا غريغور ميندل، الغالبية يعرفه، نابو علم الجينات، طبعاً الصورة الخلفية تظهر أكثر اكتشافه. عاش في القرن التاسع عشر، كان في دير مسيح تابع الكنيسة، وكان أيضا شغوف بالعلوم، اشتغل على دراسة تكاثر النبات في عشرات السنين، ونشر أهم أبحاثه عام 1866، لكن للأسف لم يعرف أهمية عمله. بحث هذا كان أساس علم الجينات، وطلع عام 1866، لكن معروف جدا لعام 1910 تقريبا. المثال الثاني نفس الشخص اللي ذكر أيضا الدكتور حسام، روالي بسندر فليمين أبو المضادات الحيوية، أيضا طبيب باحث اسكتلندي مجال مناعة وعدم بكتيرية، اكتشف بنسلين مصادة بعام 28 بعد أن وجد النوع من العفن منع تكاثر البكتيريا، كان من الخطر. ونشر بحث حول المادة في ذاك الوقت عام 1929، لكن ما حدث باهتمام المجتمع العلمي يذكر إلا بعد عهد من الزمن. المضادات الحيوية فعليا مكتشفة قبل أو من الصح مكتشفة يعني مبكر، لكن للأسف ما انتبه لها المجتمع العلمي من الأخر. فتخيلوا في الحالتين هذه لو كان في طريقة فعالة لنشر لنشر نتائج أبحاث العلماء هذول بشكل مفهوم للمختصين وغير المختصين وعلى نطاق واسع، تخيلوا وين بتكون معرفة اليوم هذا. فكتعريف رسمي للاتصال العلمي والتوظيف المناسب للمهارات وسائل الإعلام والنشاطات الحوارات بغرض إنتاج بعض وكل استجابات ثانية للعلوم في المجتمع. استجابة الأولى هي التوعية، وهي تقريبا تكلم عن الدكتور حسام بعد، يعني مواضيع العلوم زي مقاومة المضادات الحيوية والبكتيريا، وأيضا عن القضايا الثانية مثل الاحتباس الحراري، تلوث البيئة. الاستجابة الثانية مجموعة من الاتصال العلمي والمتعة، زي ما ذكرت في البداية كان إذا تعرض بشكل فن، بشكل ترفيه، أفلام سينمائية، ألعاب. الاستجابة الثالثة اللي قلت اهتماع، فتخلي الناس يغمسون بشكل طوعي فيه، سواء في العمل فيه كباحثين أو نشره بالاتصال العلمي زي ما نسوي في السعودية. تكوين الرأي بحيث تساعد المتلقين في تكوين آرائهم وتصحيح آرائهم سواء في العلوم أو أشياء تتعلق بالعلوم.
والاستجابة الأخيرة المرجوة أيضا هي الفهم. تبسيط العلوم شرط تطبيقات الدولة المجتمعي والمدى السوي دور كبير في العملية. كخاتم الموضوع الاتصال العلمي، في فائدة بعد مهمة جدا للتواصل العلمي، حاول أوضحها بشكل مبسط. العلماء في عادة المجتمعات، بالذات في المجتمعات العالم الثالث اللي جينا منها، هم دائرة ضيقة محدودة، وعادة يتكلمون بلغتهم بين بعضهم، نادر يكون في توصيل العلوم اللي يسوونها في المختبرات للناس. ففائدة الاتصال العلمي لو وضح بشكل ممتاز أنه يربط الناس بالمجتمع، بحيث يرفع ثقافة المجتمع اللي هي الثقافة العلمية صادق البدرسي، وأيضا توسع دائرة العلماء لأن بيدخلون فيه ناس أكثر من الجيل الجديد، فيكون العلماء جزء من المجتمع نفسه بدون يكون دائرة معزولة عنه. ولا تنسوا متابعتنا. معكم محمد الكيان، مؤسس معهد جزر. راح أتكلم في الحديث هذا عن قصة معهد وكيف أو كيف تسمى معهد، لكن قبل كذا راح أتكلم عن بعض الأمور اللي مرت علي في حياتي وكيف أنا تعلمت منها. يعني من ضمن الأشياء اللي دائماً أنا أطمح فيها ودائماً من الأشياء اللي أعتبرها من قواي هي الكوميونيكيشن مع الناس. دائماً إني أحب أوصل إلى أفضل واحد في كل مجال. دائماً مثلاً أقول مثلاً أمثل مثال، من افضل واحد مثلا في السوشيال نتورك في استراليا مثلا فلان فلاني، اروح له اطق على الباب اقول معك محمد الكيان ابغى معك، حيتفاجئ هو الشخص، لكنه دائما احب اتعلم من المصدر، احب اتعلم من اللي او من الافضل. حياتي كلها كانت تدور حول سؤال واحد من اول في البدايه، وهو كيف يحدث النجاح. النجاح كان بالنسبة لي هاجس، كنت دائما أقول والله هل أنا ناجح؟ وإذا كنت ناجح ليش أنا ناجح؟ وكيف وصلت المرحلة هذه؟ وكيف إني أعلم الناس الثانيين إنهم ينجحون؟ اللي تكلموا اليوم كلهم الناس ناجحين، فدائما أسأل كيف وصل المرحلة هذه؟ كيف ممكن أنا أصير زيهم؟ كيف ممكن أن أعلم الناس الآخرين بأنهم ينجحون في حياتهم؟ وهذا هو كان أساس تأسيس المعهد. راح أتكلم عن شغلي، ثم راح أتكلم عن العوامل الثلاث للنجاح. العوامل الثلاث هذه هي موجودة في كل شخص ناجح تعرفه، سواء كان سعودي، طالب، أستراليا، أي مكان. هي عوامل ثلاث. في البداية التعليم بالنسبة لي كان رقم واحد، كنت أحب التعليم. لما أذكر التعليم أنا ما أقصد فقط التعليم الأكاديمي والتعليم الجامعي، كنت أحب أتعلم من جميع المصادر. فكان هنا في أستراليا مثلاً كنت يعني كان عندي والآن عندي تقريباً 7 منتورز أقعد معاهم بشكل أسبوعي أو شهري بعضهم. من ضمنهم كان إذا تعرفون أنتوني روبنز أو أنتوني روبنز اللي عرفت أنتوني روبنز، في بقيت في سيدني وقعدت معه ودائما أسأل السؤال هذا، كيف نجحت؟ لكن هذا الكور كويستشن عندي أنا، وراح أعطيكم الإجابة عنه. دخلت كورس تقريبا مدة سنة كاملة، الكورس هذا يعطون 6 منتورز وتقعد معاهم 1-to-1 وتقدر تسأل أي أسئلة. فأسست أنا معهد أو شركة كورايز هنا في أستراليا، كانت شركة تدريب تريننج. الشركة هذه كانت الأساس منها هو إني أنا كيف أروح أتعلم من هذول الناس وشلون نجحوا، وجيبها عندي في الشركة هذه أروح أنقلها للناس، بسوي دريج ترانسفير للعالم كله بطريقة مبسطة. التفصيل كان بالنسبة لي شيء مهم جدا. قبل أذكر من قصة اللي مرت علينا في أستراليا، في المجال التعليم الأكاديمي أنا أخذت باشلر من الملك سعود، ثم ماستر هنا من ملبورن، والآن بي إتش دي داخل سنة بي إتش دي. البي إتش دي بحد ذاته قصة طويلة. أنا اللي يعرفني
يعني كان يتفاجئون كيف اني غيرت. قعدت سنتين في الدكتوراه في تخصص الكمبيوتر ساينس، ونشرت 2 بيبر في الكمبيوتر ساينس، وكان واحده منها عباره عن algorithms كيف ان حل ال DNA sequences بطريقة اسرع عن طريق ال cloud computing. فبعد سنتين ونشر العلمي قررت اني غير تخصصي هنا في الدكتوراه في ملبورن. قلت انا ابغى تخصص entrepreneurship، انا ابغى تخصص innovation، وتخصص أدرس مع ستارتوبس. فتحولت تقريبا من في آخر تحول من being extrovert على الكمبيوتر إلى extremely introvert مع الناس. فذكر حتى أني اجتمعت مع رئيس القسم في جامعة ميلبورن وقلت له إيه two options، either I drop PhD or you change my topic and change my supervisor. طبعا يعني I'm actually one choice. One choice actually. في ريادة الأعمال رحلتي بدأت من 2003 بشكل رسمي. افتحت شركة في السعودية في 2003 كانت شركة برمجيات. لكن البداية الحقيقية بالنسبة لي كانت في المتوسطة. كنت أكتب مجلات. حتى ذاك اسمه كانت مجلة المرح، لكن أكتب مجلات وروح أبيعها، أبيعها في المدرسة، أروح أبيعها في البيت، وكانت دائماً كنت أكره الروتين، فكنت دائماً أجد طيب كيف العدد القادم أخليه بشكل إبداعي بشكل ممتع، فكانت من ضمن الأشياء إن كيف أخلي الناس يشترون مني، كيف إني أرفع الطلب. فقلت للعيال عماني وبنات عماني وش رايكم ترسمون رسمة وانشرها في الحلقة القادمة. طبعا ما شفت فكرة منها، فكرة هم انه رسمتهم ان ابائهم يشترون لانهم بيروحون ويزنون على ابائهم اشترها وشف صور شف رسمتي. فكنت دائما في المجال هذا، لكن ايضا في مجال التقنيه كانت لي مغامرات. من اتذكر اول ايفون كذا بشكل حديدي كذا شكلها الايفون هذا ما كان معرض. في فريق في ذاك الوقت يشكل وعرضوا الايفون، انا كنت من ضمن الفريق هذا. دخلنا وسوينا كراكينج للسورس كود وعربنا الايفون، ثم نزل الايفون 2 غير معرب وصرنا نبيع التعريف، فسوينا مجالسين. نزل ايباد، يتذكر اول ايباد نزل ما كان في كيبورد عربي. طبعا انا عندي اكسبيرينس سابقه، عندي خبره سابقه مع الايفون، فبالتالي مباشره جيت قلت نسوي كيبورد عربي، وسويت كيبورد عربي على الايباد. كان أخذ تعقيداً لأنه كان معربه أصلاً يبغى بس كيبورد عربي. أتذكر في أيضاً عام 2004 كنا نسوي زي ما تقول الإيكوميرس بلاتفورم في السعودية لحد 2004. PayPal ما طلعت هناك ولا في أي payment gateway، ما في أي طرق دفع. فجيت أنا واحد من الشباب كان في 2004 تقريبا اول سنه لي في البكالوريوس، فجيت قلت لهم الشباب وش رايك نروح للشركات الكبيره ونقول لهم خلينا نطور لكم منصه للمشتريات. قال طيب نسويها لكن في مشكله، شلون يدفعون؟ 2004 ما في كريدت كارد ما فوش سوينا؟ هذا ذكرها راح ننسجول البكر سجول كان بطاقات الدي اس ال وهذه الدرب تذكرون. فراح ننسجول وقلنا لهم الان انتم تبيعون بطاقات هذه شلون تبيعونها اونلاين؟ قالوا نبيعها
من بيشتري مننا؟ ما حد عنده بطاقة. قلنا مو مشكلة، رحنا لا البنك الأمريكي اللي الآن سامي. قلنا لهم شو رأيكم نسوي لكم منصة قيمة جيت واي ونربطها مع سجون؟ قالوا فكرة ممتازة. سوينا. المضحك في الأمر إنه لا أنا ولا خويي اللي معي أو كون فاوندر في المؤسسة هذه كنا نعرف حقيقة شلون تسوى. كنا إيش؟ أبد قدام، أنا كنت أبد قدام، يعني كلنا فيجنريز بشكل كبير جدا. ثم جينا نبحث في النت شلون نسويها؟ ما لقينا. شلون تربطها مع البنك وشلون يدفعونها؟ هي أيديا ومشكلة إحنا وقعنا كونتراكت. ودفعوا لنا. ودفعونا كل شيء قلنا ممتاز يلا خلينا نشتغل. هاي ما فاللي سوينا رحنا عند واحد من الشباب كان متخصص في الاس بي دوت نت. كان وقتها مايكروسوفت انفستد هيفلي في اللغه البرمجه هذه. فقلنا ممتاز هذا فلان الفلاني جبناه. ولا قلنا له ان احنا عندنا عقد مع زنجول كذا كنا طلعنا الجامعه قلنا لها في الجامعة عندنا هم يعني يطلبون لغة البرمجة هذه وفي مشروع في الجامعة فودنا انك تعطينا لنا تخصصية فيها. قال هو ما عندي مشكلة. قلنا بكم؟ قال طلاب ما عندكم مشكلة رجال ما عادي من طيبة. هي كذبة في البداية كانت ثم مع الوقت صعب الكذبة وتصعب الكذبة من المرة أثمنكم زي كذا. في البداية كذبة سهلة ثم صعب تصير. صرنا نجيب المشروع عنده نقول له هذا مشروع الجامعة. المشكلة أحيانا يجي مكتوب فيها سجول في بعض الكود في بعض الصور سجول. فكان نقول لنا مشروعكم اسمه زجول. قلت إيه زجول أحسن مشروعنا اسمه زجول. ومسكناه تقريبا 3 شهور زجول زجول الى ما سوى المشروع. وش سوينا؟ اخذنا المنصه هذه اللي ربطناها مع البنك ومع زجول او زجول وبعناه البزنس كامل بمبلغ ضخم جدا. تمام. فكانت هذه هي بدايه الريادة بالنسبه لي. جيت في عام 2007 طورنا نظام سحابي اسمه سووج. طبعا الى الان ما حد يعرف اسم وين جاء. تمام. لكن انا اقول لكم السر. قال اول مره اقول لاي احد سر من وين جاء مشروع سووج. يعني سووج ها شاركنا فيه في مسابقه موهبه متابعة للمدينه مدينة عزيز وحصلنا على المركز الأول في المسابقة. وشاركنا في مسابقات ثانية في الإمارات وحصلنا على المركز الأول. لأن الكونسبت والفكرة كانت very unique. الفكرة باختصار أن في الكمبيوتر ما في داعي إلى كيس أو إلى هارد ديسك أو إلى ميموري ولا في داعي إلى مثلاً إلى بلاجز أو إلى شيء. تحتاج إلى الشاشة فقط. شاشة. This is all what you need. طيب المعالجة والذاكرة وش هذه كلها السحاب. تمام. طبعاً في تشالنج كبير هنا. وش إن الكوميونيكيشن بالضبط. شلون إنك توصل الشاشة هذه بالسحاب؟ طبعاً كانت في 2007 كانت الكوميونيكيشن في السعوديه سيئه جدا. لكن كان كونسبت ممتاز كونسبت وسوينا بروف أما الكونسبت هذا. الفكره من المشروع هذا اول ما طورناه رحنا الى سوينا عليه عروض كثيره. بعد سنتين طلعت شركه سن مايكرو سيستم اللي الان تابعه الى اوراكل طلعوا مشروع exactly the same اسمه Sunray. وقتها كنا نبحث على مستثمرين على جامعات تسوي دعم مادي او اي شيء. كان كلهم يقولون حاجه واحده وهو انه تو ريسكي.
تو ريسكي تو ريسكي. تمام. القصة تجي هنا في استراليا، هنا استراليا تحكي لك هنا في استراليا. ما هي واحدة ثلاث شركات هنا في استراليا. واحدة ثم بعتها، ثانية ثم بعتها، والثالثة اللي أنا فيها. كلها تدور حول حاجة واحدة وهي التعليم والتقنية. كل التعليم والتقنية، كل التريننج كونسلتيشن في التقنية. معهد رزق جاء حديثا. يعني جاء في جولاي السنة هذه. يعني كان وين في المرحلة التجريبية. معهد رزق هو أول مشروع بالنسبة لي هو فعلا تقاطع الشغف حقي. تطوير الذات بالنسبة لي كان شيء أساسي، لأن هنا في استراليا كنت أسوي تريننج للسمول بزنسز والستارت أبس، وكان في حاجة واحدة كومن بينهم كلهم، حتى زملائي في السعودية في حاجة واحدة بين كل رواد الأعمال. ليش يفشلون وليش ما يكملوا مشروعهم؟ هو في تطوير الذات. اغلب الرياديين واغلب الناس اللي عندهم افكار رهيبه واللي عندهم تكنيكال نولج عالي جدا، مش كذب انه ما يعرفون البزنس سايد اوف ثينجز، ما يعرفون كيف يسوون تسويق. ما هو في احياء عن كثير من الاحيان ترى في بعض المنتجات ممتازه جدا لكنها ما تبيع زي منتج ثاني. السبب واحد جدا وهو ما في ماركتينج، ما يعرفون شلون فعلا يسوقون منتجاتهم، مو تسويق، ما يعرفون كيف يسوون انوفيشن في البزنس موديل. حتى كلمه انوفيشن لها مفهوم غلط عندهم. الانوفيشن في البزنس ما هو فقط في البرودكت، يعني مو لازم اني انا اطلع منتج يونيك، ما هو فقط الانوفيشن. الانوفيشن في البزنس ايضا يحدث انه عندي بزنس تقليدي او عمل تقليدي لكن اطبقه بطريقه غير اعتياديه. عموما في بعض الاحيان انا مرت علي وتمر على جميع الناس انه يجي فترات حماس ومتحمس ويشتغل ويشتغل، فترات ثانيه تدور. قلت في احد يسال نفسه ليش؟ بالطريق الروتين، روتين الغربة. في أحد عنده إجابة ثانية؟ تشالنج. بداية حلوة. كيف؟ البداية حلوة. طيب هذه بتجيها الموت. طيب ممكن نسيان الهدف الأساسي. طيب ممتاز، هذا مهم وبنجي بعد شوي. الإجابة على السؤال هذا في العوامل الثلاث. تمام؟ فلا تلهي نفسك مع الدجال الخادم من طموحك. واليوم انتم بالنسبه لي كلكم نسور. ليش؟ تركتوا اليوم اجازه زي ما انا سمعت، تركتوا الاجازه وتركتوا الوقت الجميل وجيتوا لوقت ممتع قيم جدا، فاتمنى انكم تحيوا انفسكم لوجودكم لهذه الدقيقه من الصباح. ايش تشوفوا من الصوره؟ ممتاز، تحديد الهدف صح. دايركت المسج اللي بوصلها، حدد اهدافك بدقه في كل جوانب حياتك، فانك لن تستطيع ان تصيب هدفا لا تراه، شيء انت ما تشوفه وشلون بتحدده. اشتغل عليه وحاول تلقاه، اذا انت ما لقيته عادي ابحث عنه. يعني هقول لكم ليش انا حطيت هذا المثل، لاني انا مريت بهذه التجربه. كثير أعشق الجودة بكل شيء، بشخصيتي، بحياتي، بأكلي، بالتعرف على الناس اللي يكونوا قيمة مضافة بالنسبة لي، واللي كمان أنا أكون لهم قيمة مضافة. شكرا لكم على الاستضافة، مشاركتي في الملتقى ملتقى وطن مشاركة عظيمة. أنا بصراحة سعدت بالدعوة، وكانت فرصة أن أتعرف على زملائي وزميلاتي في جامعة في جامعات ملبورن، وإن شاء الله أتمنى أن أكون أفدت وأنا استفدت كثير بالمشاركة. شكرا لك. سفيرة الإبداع، الرئيس التنفيذي لملتقيات الإبداع بالمملكة نورة بن فيصل الشعبان. أوكي، حتى
كثير عن مشاركتك. أوكي. كثير كنت سعيدة بتواجدي هنا في أستراليا تحديداً ملبون. عجبني التنظيم، عجبني كثير الناس اللي جايين من أكثر من ولاية من أستراليا، وفعلاً عجبني أيضاً أنه النادي ركز على وجود سعوديين وسعوديات من نفس البيئة، من نفس الفكر، من نفس خلينا نقول الواقع اللي قاعد يعيشه طبعا المبتعث السعودي، لأنه هو الأقدر، هو اللي يقدر يوصل المفهوم ويقدر أيضا يوصل الشيء الجميل اللي هو رابط وقاسم مشترك بيننا وبينهم. يعني ولد ديرتك هو اللي يحس فيك، وهو اللي فعلا يعني يحتوي كل ما عندك ويفهمك كويس. يعني لما تقول كلمة أو تشرح موقف معين أو تحتاج نصيحة معينة، فهو عارف إيش قاعد يقول لك وإيش وصل لك وإيش احتياجك بالضبط، يعني بالضبط لهذا الموضوع. ممتاز. كيف شايف أهمية إقامة مثل الملتقيات الطلابية خصوصاً مدرب المتعارف؟ جدا ممتاز. يعني دائما البعد عن الوطن هو غربة، غربة فكر، غربة معيشة، غربة حياة، بغض النظر عن أي شعور مختلف داخل هذا الإنسان. ولكن وجود مثل يعني هذه الملتقيات كأنها رحم قاعد يعني فعلا يحتوي هذول المبتعثين ويرجعهم لأصولهم، لجذورهم، للمكان اللي هم فعلا يعني تربوا فيه وعاشوا فيه. فالأفكار جدا جميلة. وبعدين عجبني ملتقى وطن لأنه كان مختلف جدا بالمتميزين اللي فيه. يعني اختيار الصراحة إدارة النادي لعدة يعني مجالات، لعدة ضيوف مختلفين بفكرهم، بتجاربهم، بقصص نجاحهم. وأنا سعيدة أيضا لوجود يعني الجانب النسائي اللي هم طلبوا مني أني أنا أمثله. هذا كان جدا جميل، وجود الفتيات وتعطشهم للمعرفة، وخاصة أنه اليوم عندهم إجازة، فمن جد من جد يعطيك قد إيش هم متعطشين علشان يتعلمون ويقدرون فعلا يتواصلون مع الآخرين ويحاولوا أنهم يغيروا من أساليب تفكيرهم يعني. وهذا شيء كان جدا مميز. جميل جدا. نقدر نشكرك على مجيئك ويعطيك الصحة والعافية. وأبغى أشكر النادي السعودي في ملبورن بكل يعني الفريق الذي عمل على هذا المجال وعلى نجاح هذا الملتقى، لأنه فعلا ملتقى وطن. وأنا أقول أنه مهما طرنا وحلقنا في سماء الكون، مصيرنا أن نعود ونخدم الوطن.